أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عند جهلي ببعض الأمور المنكرة ولا أحيط بها إحاطة كاملة، هل الأفضل في حقي الإنكار أم السكوت؟ الذي ما تعرفه لا تنكره، لكن بإمكانك النصيحة والتحذير من المعاصي، بإمكانك أن تحذر من المعاصي وتبين أضرارها وتبين أخطارها، ولو ما عينت المعصية الفلانية والمعصية الفلانية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.